هذه القصيدة من الشاعر علي بلغيث الحربي إلى سعود بن عبد الله البرازي السهلي بمناسبة حفل زواجه. مرحبا في حفلي منهم من زحول الرجال، مرحبا بضيوفنا اللي لفونا مباركين، يا هلا ويا مرحبا اعداد حفة الرمال، مرحبا باللي تعنوا لنا ومشاركين في حفل منهم كريم الخصايل والخصال، مرحبا في مرحبا بالضيوف الحاضرين في محل العود الازرق تخالط الدلال، عند سحل بالمواقف لها دايم يجيب، مرحبا من شاعر الله تبين له مجال يضرب بيوت وقوافي بمدح الطيبين، بذكر منه للمواقف على رؤوس الجبال سعود عبد الله وكل برواقه برواقه من برواقه المعزه وبرواقه الفعال، من سهول العز والفخر والعلم السمين، شوشو يا لابت ينضرب فيها المثال في حوافر وقتنا وقديمات السنين، كم سقينا العدا من سم ومن سلال، كم نصنا عقيد من عقب للمشير، كم سقينا العدا من سم ومن سلال، كم نصنا عقيد من عقب للمشير. مرحبا في حفلي منهم من سحول الرجال، مرحبا بضيوفنا اللي لفونا مباركين، يا هلا ويا مرحبا اعداد حبة الرمال، مرحبا باللي تعنوا لنا ومشاركين في حفل منهم كريم الخصايل والخصال، مرحبا في مرحبا بالضيوف الحاضرين في محل العود الازرق تخالط الدلال، عند زحل بالمواقف لها دايم يبين، مرحبا من شاعر الله تبين له مجال يضرب بيوت وقوافي بمدح الطيبين، بذكر منه للمواقف على رؤوس الجبال سعود عبد الله وكل برواقه برواقه من برواقه المعزه وبرواقه الفعال، من سهول العز والفخر والعلم السمين، شوشو يا لابت ينضرب فيها المثال في حواضر وقتنا وقديمات السنين، كم سقينا العدا من سم ومن سلال، كم نصنا عقيد من عقب للمشير، كم سقينا العدا من سم ومن سلال، كم نصنا عقيد من عقب للمشير، كم نصنا عقيد من عقب للمشير. للتواصل 05-333-48-02-1. الحقوق محفوظة. أفراح العروسين.